السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شنو هو حلقتنا اليوم؟ احنا اليوم عندنا صباح حلوة ديال اللوز. حلوة ديال اللوز دايرة بحال شكل البريوات ومذاق ديال البريوات. مذاق ديال البريوات. غير واحد الشكل اخر ساهل اللي ما السيدات اللي ما تيعرفوش يطوي البريوات يقدروا يديروا هاد الطريقة هذي كتجي زوينة. هي بالورقة. طريقة أخرى. طريقة أخرى بالورقة يعني بحال كيطاس ب. أها. صافي ان شاء الله المقادير انت تتبعي معايا ونشوفي كيفاش غادي صافي واخا تعطينا المقادير. عندنا هنايا نسكلو اللوز، شتي؟ ايوا نسكلو اللوز، غادي نكب عليه الماء سخون ويغلاو غير واحد جوج غليات صافي، ونحيدو ونكب عليه الماء باش يبرد بنفس السخون. كما كنقول لكم ديال عندي اللوز ديال شحال مره دوزتو ديال كابغزال ولا ديال البريوات ولا هذا، ما تنخليش يغلى، ما تنخليش يطبخ بزاف في الماء، غير واحد غليه صافي كان باش ما يشربش الماء، باش كتجينا فيه العقده زوينه. فغير تكبي عليه الماء سخون صافي، نكب عليه الماء سخون ونديرو يغلى شويه. حيت كتستعملي بزاف، كنشوف كتستعملي البلدي حتى الناس كيبغيو يعرفوا الانواع ديال اللوز. كنستعملو البلدي بالنسبه للكبغزال كبلدي، وبالنسبه للبريوات ولا هذا نقدروا نديرو هذا سميتو. غير هو منين غادي في السخون نحيد له سميتو، غادي نخلي واحد شويه نقليه في الزيت باش نهرمشو، باش ندير مقلي وعقده مساكة. لا تقريبا العقده غتكون غالبه على المهرمش، كندير اكثر من كندير المهرمش شويه قل من العقده هذا الشيء. دابا غتشوفيني كيفاش غادي نديرو. عندي العسل، ها هي العسل، كندير العسل ديك المزيانه وكل واحد شنو عنده، باش ما اللي عندك في الدار باش ما كتستطيعي ديري العسل عادي، ولا باش ما درتيها حسن باش ما كتجي ما دق حسن، كيجي حسن. دابا هاد اللوز ان شاء الله هاد العقده غادي ندير لها هاد الكاس الثاني ده ما عامرش ها هو، وغادي ندير لها هاد الشاشي الزهر، وغادي ندير لها القرفه شويه القرفه، واحد هاد الشيء واقيلا غتجي بزاف هاد القرفه انا نشوف. غادي ندير واحد جوج معالق كبار ديال الزبده وشويه المسكه الحره، هاد الشيء باش غنعجن العقده وانت غتشوفي ان شاء الله. يعطيك دابا شنو غتوجدي باش عاد نزيدو الورقه، عاد نزيدو الورقه وكنزيدو المزال، غير تبعي معايا الفيديو ان شاء الله. بانت شي حاجه كتصيب صافي، مشي نسيتي شي حاجه. واخا انا غادي تكبي عليه الماء سخون، تكبي عليه الماء سخون ونضيف له. واخا شتي دابا غادي باش يجيني ساهل، كنسخن الماء ما كنديروش في الماء بارد ونخليه يغلى، كنسخن الماء حتى كيغلى حتى كنكبو فيه باش بغيتش دغيا يغلى قبل ما يدخل له الماء. شحال كاع كتخليه يغلى؟ غير يغلى دغيا وكنجي ست دقائق غير باش ما، حيت الا درتيه في الماء بارده ودرتيه كيغلى كياخذو كيشرب الماء على خاطرو، كيشرب الماء على خاطرو وكيبدا يتفرقع باش يعرفوا شنو السبب. ملي كيبدا يتفرقع لهم البريوة كيخرج لهم داك اللوز على الورقة، هذاك هو اللوز ملي كيكون شارب الماء. صافي ونرجعوا ليه ان شاء الله. دابا صافي وجد، دابا هذا غادي نفسخ تما ساهل، كي ساهل يتفسخ، هاد كيدير ليه بحال هاكا كيتفسخ. كبيت عليه الماء بارد كيغلى، كنكب عليه الماء بارد باش ما تدخلوش السخونيه، باش ما يبقاش يزيد يطيب. يزيد يطيب الماء بارد حسن، كيوقف كيوقف ديك السخونيه. كنديرو غير هكا دغيا كنفسخو، كيديرو حتى الروز باش ما كيتعجنش، ايه كيكبو عليه الماء بعد باش كيحصل لك السيك. ورينا اليوم غير اللي كيشوفنا اول مره كنبغيو نعطيهم معلومات عيالي على السريع. حيت هادو مهمين باش كيجي اللوز، حيت الا مشات تفرقع عليك اللوز راه كيخسر لك المنظر كله. انا غادي نفسخو ونطحنو مع نوريك ان شاء الله شنو ندير، ندوزو للتقوام ديال العقده. غاديش نطحنو كله، غادي نخلي واحد شويه هكا مقلي في الزيت وهذا غنطحنو. هذاك اللي غادي نديرو اللي غنديروه محمر، نص محمر ومطحون واخا صافي، وما حنا نصورو كاع المراحل ان شاء الله. ديما كنصوب المسكه الحره في هذا المهرز ديال المسكه، هذا خاص بالمسكه ديال الديكور. كنزيدو هاد الزهر حتى هو باش ما كيبقاش يبان يبان ليا محمزز في لحيت ما كتبغيش تبقيا بسهوله وحتى هذا كنبغي نزيد نطحنو هنايا بهذاك الزهر مع الحرشيه ديال هذاك الزهر كيحكى دغيا كتحكى مزيان، وحتى ذاك الزهر كما قلت لك ما كيبقاش حرش. دابا انا خليت كتفسخي في اللوز ديال العقده، ها هو طحنت يعني كسر من يعني خليت واحد شويه ديال وريتينا شحال هرمشتو
هذا خليتي قليته ماشي كاع ما مطحونش بزاف غير شويه وصافي ماشي بزاف ما درتي له لا سكر لا والو لا ما درت له والو وهذا درت له شويه السته كما وريتك واخا هذا الزهر والمسكه وهذه حتى هي غادي ناخذ شويه قلنا ما نديروهاش كلها باش ما تحتي مجهده باش ما تضيعش لا بزاف ما نديرهاش كلها مذاق اللوز غادي غير شي شويه غير تبان لك هنا ها انت شتي باش تبان لك هنايا القرفه ها انت شتي نص معلقه غير نص معلقه صغيره نص معلقه صغيره غادي ندير هذه الزبده حتى هي كما قلت لك جوج معالق كبار ديال الزبده ديال الماكله داك المزيانه ماشي 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 نباتيه الزبده تكون مزيانه على حراره المطبخ شتي هي انت كنقيسها كدوب بحال هادي الا ما عندكش بحال هكا كان الحال بارد كدوبيها معليش كدوبيها غنخلط هادشي كله بحال هكا وغادي نعجنها مزيان ونعاود نوريك ما كدير لا صفر بيضه لا والو لا دابا البريوات ما تنديرش صفر البيض حتى هذوك الكابغزال كنديرو غير الكابغزال البريوات ما تنديروش ليهم صافي تخلطيتي تاع لك مزيان تخلطوا نعجنوا مزيان ندير لكم مزيان باش يدخل معاه هذوك يجي معلك صافي كنوريك عاد شنو ندير بها ان شاء الله ورقه دابا انا غادي نصوب الورقه ديال هذوك الحوالي اللي صوب دابا عاد بحال البريوات لا تحتاجي لها ورقه طبيعي الحال حنا غادي نديروها نوريك كيفاش غندير لهم غنديرها شويه مبسطه اصحابي واش عندك موجوده ولا عاد غضربيها لا هذا جوج اللوز دابا غادي نصوب الورقه غنمشي نصوبهم يلاه نتيشتي ديما القاعده ديما الورقه كتكون رقيقه داك الشر فيه ماش كتجي مقرمله اه شحال دابا هي صوبنا صوبت دابا راه علاه نكمل نصوب غير نص كيلو ها شتي تحتاجي نص كيلو اه شتي الورقه صح نقلعو بعدا هادي ما تحرقش صافي نخليك تكملي سالي ها هي شدها بيد وكنصور بيد صافي هاي حلي يا امينه الله يعطيك السر صافي يلا دابا نخليك تكملي نص كيلو ياك نص كيلو صافي نخليك تكملي ونبدا ان شاء الله يلا ديتي ديت دابا انا خليتك تخلطي في العقده صافي العقده خلطناها حنا وريتك شنو باش عجنتها ودابا راه تنخدم معها الطرف بحال هكا طيب ملي كنديرو بحال هكا طيب كنورك عليه بحال هكا وشفنا الورقه اش خليت كضربي الورقه كنحربلو وكنبقى نديرلو بحال هكا باش يجي بالزبط شتي باش كتجي بالزبط بحال هكا باش وكتقاديها بصبعك هكا صعيب باش ما كت شي شي كبير شي صغير كناخذ ورقه وحده انت دابا هذا الشيء انت شتي الورقه ديالي شتيها خاصك كتصوبي فيها بحال دابا شي اللي بغى يكومونديها كي ما يجيبهاش يحطها خصو يكومونديها ويخدم هذيك الساعه باش تبقى له طريه انت كندير غير ورقه وحده بحال هكا ايوا ورقه وحده صافي كنحطها فوق الاول ما كنقطعها ما والو كنديرها غير هكا وكندهن بالزبده كندهن هاد الوريق الورقه كلها بالزبده بحال هكا باش تجي مقلمله ماشي زبده بزاف يعني غير شويه وصافي باش ما تجيش عاوتاني كتخسخها بالزبده شويه وصافي كنلوي عليها ورقه بحال هكا باش كتقاد شتي كتجي مفتحه بحال هكا يعني ماشي محنشه شتيها كيفاش كتجي صافي كندير الورقه ونقلبها وكنزيرها مزيان باش ما كتجيش مرخوفه ديك الورقه وتتفرق معاها خصها تجي مزيره معاها انت شتي بحال هكا كتخدميها انت غادي انت كتخدميها وكتردي هاد الجناب باش يجيك قطيب مقاد كنرد هاد الجنب هذا غير شي شويش وكنبدا نقلب هكا شتي بحال هكا كتوركي عليها بصبعك هكا باش ديك الورقه كتنزل هانتي بحال هكا الا ما كنتيش دايره الزبده كتديريها ساعه ساعه بحال هكا باش كتجي الورقه مدهونه مزيان كنتي شي الورقه الا كانت غليظه خصك دهنيها مزيان بالزبده بحال هكا هانتي ساهله ماشي فيه ما فيهش شي حاجه صعيبه نكحزها حدايا باش تشوفيها هكا شتيها وهي مقاده من هنا من القناص مزيان كتقاد من الاول كنقادها من الاول وكنقطعها كاين لا بغيت ما بغيتش كنخليه ماشي
ولكن الا كانت الورقه باش تقاد باش تجي غليظه كيخصك تقاد تقطعيها غير شي متقاده ماشي شويه شو كندهنها كندير لها شويه ديال البيض البيض هكا البيضه كلها مخلطه كندهنها بحال هكا باش تلصق معاها مزيان الورقه هانتي شتي بحال هكا كتجي داك الشرفيه شتيها كنحطها كنحاول ندير هاد البلاصه اللي سميتو اللي شديتي تكون شديت خصها تكون لتحت هادي الا ما خفتيش تلصق لك في البلاطو وكندير البلاطو اللي غادي نطيبو النيشان مباشره الا بغيتي انا غير حيت مع تنصوبها دائما مدربه فيها كان غادي نخليها واحد ساعتين ثلاثة سوايع على الاقل غتبات حتى الصباح عاد نصوبها غنبيتها عاد نحيدها من هذا البلاطو نديرها في اللي غطيب فيه بحال ديال بحال الحنشاليت كتخليها تشبع بحال الحنشاليت غير دابا غنقطعها محدها دابا كنقطعها نقطعها ان شاء الله نوريك كيفاش واخا ايوا نعاود نصوب اخرى نصوب عاد تاني قطيبه اخرى هانتي شتي نصوبها تاني مخلطه مع اللوز مهرمش داكشي علاش كتجي كتجيش تجي هكا واخا كتفرتت كتبقى تحاولي معاها هكا واخا كتشقى هكا حيت فيها اللوز مهرمش ما كتكونش العقده بوحدها بيضه واللي بغى يدير العقده بوحدها راه ممكن هكا كتجي لذيذه غير هكا كتجي فواحد المذاق زوين كتجي لذيذه كتجي فواحد المذاق زوين شتي الا جاك القطيب كبير غتقدر تنقصي منه من الجنب هكا ملي كنحرب لها باش كتجي مقاده عاد تنورك عليها بحال هكا شتيها الا جا قطيب كبير تنقصو منو وكنقادها بحال هكا اللي ما بحال اللي بغات اللي ما تعرفش بغات تاخذ العبار راه كتاخذ العبار بشي حاجه بشي قطيب ولا بشي حاجه انا حيت معاك شحال فيها زعما في الطول باش تاخذ ديك الورقه دي باش ما تجيهاش ولا حتى كتقع تحطها على الورقه عاد تاخذ تنقص منها فهمتي نعاود ثاني ناخذ واحد الورقه بحال هكا وحده البلاصه اللي كتكون مقطعه كنسبقوا بها هي الاولى باش ما كتجيناش ما كنخليوش المقطعه الاخر هانتي بحال هكا بلاصه اللي كتكون مزيانه بزاف تنخليوها هي التاليه يعني كنساليو بها واللي فيها شي تقطيعه ولا شي ديفو كنديرها الفوق هانتي بحال هكا كيتهز بسهوله كتجي معلكه عاوتاني كندهن بالزبده الزبده غير هكا ترشيها عليها شي شويه وصافي ديرهاش متخسخه يعني ساعتين نفس العمليه كنكونو خدينا القياس ديال العرض وكل شيء فحالات الا كنتي اللي كتجيها صعيبه تهزها كتفرس لها بزاف العقده باش عاجه كتحطيها هنا حتى تقاديها تحطيها فوق الورقه حتى تقادي انتي شتي حتى كندورها جوج مرات عاد كتقادي لها الجنب عاد تنبدا نرد هاد الجنب هكا هنايا ونرد هاد الجنب بحال هكا وكنبدا ندور بحال هكا وهي راه دهنتها كلها بالزبدة هانتي مكنوليش نحتاج مازال نعاودها إلا دهنتيها في اللول مزيان صافي كتبقاي تخدميها هكا باش تبقى لاصقة معاها الورقة مزيان ماشي غير تبقى تقلبي دغيا بالزربة تخدميها بيديك هكا باش تلصق معاها الورقة مزيان شتيها كنحزها حدايا بحال هكا باش كنقطع انت كنقادها بسبعاني الا كان شي بلاصه خارجه ولا كانت شي باش كلها تجي مقاده صافي كنبدا نقطع هاد البلاصه هادي باش كتجيني
الورقه مقاده مزيان. ايوا هكا حتى كنساليو. انا كنتمنى تكون وصلت الفكره. صافي بحال هكا صافي. نسالي ونوريك شنو غادي ندير لهم. صافي ان شاء الله. صافي سالت القطيبات. اه صافي سالت القطيبات دابا غادي نقطعهم. انت شتي فيهم خرجوا فيهم 8. ممكن يقطعوهم الى طابوله ولا ضروري خضر. دابا ملي كيطيبو كتفرست الورقه ما كتعطيكش الطوع بحال هيك، خصنا نديرها بحال البقلاوه. نقطعها في الاول وصافو، ماشي نقطعها كاع حتى اللي حضرت، نرشموها بحال هكا حتى كطيب عاد كنكملو. انت شتي دابا كنقطع، قطعت دابا شتي هي قطعت هادو هكا غير من الفوق دغيا من الفوق كنكحزها هكا ونعاود نقطع الاخرى. اي خصو يكونوا متقادين، ما تقطعيش شي كبير شي صغير، الا ما عرفتيش كترش منهم بحال هكا هكا كترش منهم عاد تقطعيها هكا هكا تقطعي الا ما عرفتيش فهمتي. انا غادي نقطع لك هكا باش يبان لك هكا كنرشمهم حتى كنوصل داك اللوز، نفوت اللوز كتبقى غير ديك الجلده تحسانيه فهمتي. هكا باش كنعرف باش كنقطع على ثلاثة هكا وهكا هايا كنزيدها. إذا كتقطع وحدة جوج تلاتة ربعة خمسة، وحدة جوج تلاتة ربعة خمسة تقطيعات بالنسبة لهاد الحجم ديالي. ورقة وحدة اللي قطعتها كنكحزها ياك صافي تتقطعيها حتى كنقطع كلها. أنت كنرشمها بحال هكا كناخد القياس مثلا فهمتي. هاكا كناخدو القياس دابا كلها تنغدا ياك عاد نطيبوها. اه صافي غادي نقطع كلها ونخليها حتى غدا نطيبها ونسقيها بالعسل وغادي نوري كيفاش. صافي ان شاء الله. انتي بعد ما خليتو الليله كلها ولا ربع السوايع ولا الا كنتي مزربه غير شي ساعتين ولا هذا، المهم هو تشمع شتي هو كيلصق ما والو. دابا غادي ندخلها الفران. العافيه تكون من تحت حتى كيطيب شويه من التحت حتى نقدو ما كنقصوش العافيه باش ما كتدخلش العافيه اللوز، كيخصو دغيا طيب داك الورقه صافي ونحبسو. دابا ملي كطيب من التحت كنبدا التحت باش كتحمر شويه. صافي خرجتي مضيع صافي طابو ها طيبين دابا حيت ما كيخصوش عاوتاني طيبو حتى كيولي حتى ما خصوش اللوز عاوتاني طيب بزاف. اللوز ما كيبغيش يتعس. ما كيبغيش انت ملي كطيب من التحت باش ما يقصحش. صافي غادي ندير عليهم العسل انا نوريك كيفاش. واخا رجع محمرين هما محمرين. هاد الورقه رقيقه راه صافي كفيها هكا مورور ده صافي غير بدا الصفار. اما الا كانت ديك الورقه الغليظه راه خصها تزيد طيب شي شويه ديك الورقه باش تكرمل شويه. هادي حيت دغيا كتكرمل دغيا كتكرمل هاد الورقه. بداها سخونه هي باقا سخونه نكبر عليها العسل وحدها سخونه غير حيتها فوق هذا باش ديك العسل حيت العسل مزيانه باش ما تضيع ليش فوق ديك البلاطه ديال الفران. ايه علاش حيت هذا سهل ولكن راه باقا سخونه باش ما نديرولها العسل ما حدا سخونه باش سخونه باش تشد فيها باش ما تهربش. الشتا بدات كتحل غير بوحدها. اه دابا كتجي سهله هكاك ملي كتقطعيها في ملي كتكون الحضره من بعد كترسى راسها وبالتالي كتجيك سهله تقديها. هادو بحال زوينين حيت في الفران اغلبيه ديال الناس كيقليو البريوات هادو ما كيتقلاوش حيت كيكون اللوز باين فيهم في الجناب. ضروري الفران. الفران مزيان كان كيقليها ولكن من الاحسن الفران كيجي زوين كيجي زوين. ولا ما بغاش الا ما بغى يحتفظ بهم ما يسلهمش. اللي بغيت اللي بغيت حتى كيسخنوهم وانت تصوبيهم وتحطيهم للضياف خليهم حتى يقربوا يجيو دخلوا مع عاوتاني الفران ياك يتكملوا شي شويه وعاد تخرجوا من السيده تعسلهم ويبقاو شحال ما خلاتهم راه ما يطرى ليهم والو. يطرى ليهم والو انت كنساعد نعسلهم مزيان تعداوش واحد نص كاس العسل ماشي بزاف حيت القدر اللي درت انا هكا ملي كتزاد الكميه راه كنزيدو عاوتاني. ولكن ما كيبغيش الحلاوه بزاف يا خويا راه كافي. وهذا العسل هذاك مزيان ماشي احسن بنادم يدير العسل زوين باش يبغي ياكل حاجه زوينه هو يدير العسل مزيان. ايوا صافي ان شاء الله نطيب داك البلاصه اللي تراسيت فيه البارح غنبقى نقطع فيها انت شتي هكا كتجي سهله شتيها.
نشوف واش طريف طريف هو حتى حتى نقادها وانا حنا نعطي صافي واخا تبارك الله عليك الله يبارك فيك هذا فاني شوف عندك الشرف يا عندك الصحة عرفتي يجي احسن من البريوات عامرين باللوز وزوينين ديال اللوز ديال العيد هادي شي حاجه فاخره لان مثلا جو عندك شي ضياف مميزين هاد الحليوه هادي كتكون مع فيها اللوز كثير ديرها فمك شي حاجه اللي هي عندها قيمه وراقيه كنا كنديرها زمان دابا الا الا بغيتي كنفندوها في اللوز مهرمش من هنا كنفنديها من هنا من هنا الا بغيتي بغيتي تخليها هكا كتخليها احسن كنخليوها هكا باش حتىك اللوز كيبقى يدرونجي معاها وسهل حتى بالنسبه للسيدات اللي كيجيو مضياف على غفله ما فيها ما تصوب البريوات قطوي طوي طوي هي فيها كيكون فيهم خاصك ضروري تعرفي كيفاش كيتلو الا ما تعرفش البريوات هادو كيتصوبوا في وقت قياسي وكيخرجوا كميه كبيره شوف انت شتي كيجيو فنين لا عاوتاني الا مشيتي حتى قطعتي عطيتيها راه ما كتجيش مزيانه مقاده هكا كيخرج اللوز ضروري فلحوها بحال بقلاوه تقريبا ضروري فلحوها ومن بعد من بعد ملي طيبوا كل شيء نزلوا عليها بالمستقط هي كتحل كل شيء هذا الشيء اللي كان هذا النهار ان شاء الله تبارك الله عليك وما شكرا في الوصفه ديال اليوم الله يبارك فيك الله يعاونك وصلنا لنهاية الحلقة إلى طبقت الوصفة بعتونا بالصور على المواقع اللي غتلقاو راه بديلة في صندوق الوصف كذلك الاشتراك بالنسبة للزواج جدد والضغط على الجرس لتوصلنا بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار وإلى اللقاء